صاحب المعمل، معمل علف الأسماك، والذي قالت عنه قوات الصدمة بأنها داهمت معمله في البصرة لوجود ملايين الأسماك المسممة فيه، ينشر مقطعاً مصوراً على مواقع التواصل الاجتماعي أكد به بأن المواد الموجودة في المعمل هي عبارة عن أدوية ومبيدات ضد الأمراض. والسؤال، لماذا لم يعتقل إذا كان معمله يحتوي على ملايين الأسماك المسممة؟ ولماذا قالت وزارة الدفاع بأن عمليات البصرة اعتقلت عصابة مسؤولة عن تخريب الاقتصاد الوطني من خلال تسميم الأسماك، بينما لا يزال صاحب المعمل حرا طليقا؟ الموضوع يحتمل احتمالين، إما أنه حقيقي، يعني أنه خرج بدفع أموال، أو أن الأمر كله من الأخير مجرد فيلم كما قال الناس على مواقع التواصل الاجتماعي قامت به قيادة عمليات البصرة. دعونا نتابع. طبعا رد على ما قاموا به من كلام على بأن المعمل يستخدم به مواد سامة. أنا اليوم أريد أسمي السم شمالي، أنا صاحب الحلال صاحب المعمل، وهذا اللي يقول سم راح أخليه على الأسماك هاي، خلي تموت، خلي تنفذ هسه بحضوركم، خلي أبو ياسر من عنده. طبعا هذا يتخلي سمك حي، يبع السمك يذب عليه، يبع لنا بع السمك، يبع السمك ما ينصاد. هذا موجود الأسماك هسه اللي إلى يموت هسه يطفي خب، ما يظل هو ما ينكض هسه. شوفوا هذا سمتي نوعية كذا بيضك يصورها ما ينكض. شوف هاي ال... حطينا احنا نريد نموت البحيرة كلها، سذب البحيرة، وهذا السمك جاي نذبه هنا. اخي هذا علاجات، ونرجو من اصحاب الاختصاص ان يشوفون يفهمون شنو العلاج. هاي القوطية عندي، مو بس هاي القوطية، انواع انواع عيب انواع العلاجات عندي لكل مرض علاج. استاذ شوف هذا اليحوس، هذا استاذ ما عندنا سم، احنا نستخلص، احنا ضد القوانين السم. إذا أكو سم ما نضر به، إحنا ننفع به. يعني إذا أكو سم معقم هسه هذا الدود شلون تكتل البق؟ شين الذبلة؟ الذبلة شكر ويموت؟ لو الذبلة مادة سامة بس قليلة حتى يموت البق. هذا البق هسه اللي يأذيني، بس مع احتراماتي اللي يقرأ خلي يعرف شين التراكيز والمن يستخدم هذا. هذا تعقيم حوض بأمراض معقمة بأنواع. هسه اللي قال الكلور، أنا شلون مادة الكلور لا يلقاها بودر؟ يقول هذا قاعد يضخها على الوادي ميموته، ماكو أش حكي.